أهلا بكم. تمكن المغرب وكما تؤكد ذلك كتابة الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء من ضمان أمنه المائي حتى في أوقات الجفاف بفضل سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتقنية والمؤسسات وإنجازات في مجال البنية التحتية المدعومة بالتجديد المستمر لسكاسة المياه. منذ عقود انخرط المغرب في إدارة موارده المائية عن طريق إقامة مرافق بنية تحتية كبرى للمياه لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي في المجال الصناعي والفلاحي، وإلى جانب تعبئة الموارد المائية عن طريق إنشاء سدود كبيرة تلعب دورا في تنظيم تدفقات المياه من خلال تخزين مياه الأمطار لاستخدامها في فترات الجفاف ولأغراض الري. أطلق المغرب في أوائل ثمانيات القرن الماضي سياسة تخطيط طويلة الأجل مكنت من التنبؤ بنقص المياه عن طريق تزويد السلطات العمومية بصورة واضحة بمدى توفر الموارد المائية خلال فترة زمنية تمتد من 20 إلى 30 عاما. تضاف إلى كل هذه الإجراءات خطوات واسعة على المستوى التنظيمي والمؤسساتي لتعزيز كفاءة إدارة المياه كالقانون المتعلق بالإدارة المندمجة التشاركية واللامركزية للموارد المائية من خلال إنشاء وكالات أحواض المياه وتنفيذ آليات لحماية الموارد المائية وتطوير الكفاءة التقنية والعلمية والبحث العلمي في الوكالات ذات الصلة. بفضل هذه السياسات والاستثمارات أصبح المغرب يتوفر الآن على 140 سدا كبيرا بسعة تفوق 17.6 مليار متر مكعب وحدة آلاف من العيون والآبار لتخزين المياه الجوفية، وهو ما ساعد في تأمين إمداد السكان بالماء الصالح للشرب وتطوير شبكة حديثة للري واسعة النطاق تغطي نحو 1.5 مليون هكتار. كما مكنت تلك السياسات من إدارة المخاطر من خلال حماية أفضل للسكان والممتلكات من الفيضانات، وكذا استخدام المياه في توليد الطاقة الكهرومائية. وبالرغم من المنجزات الهامة التي حققتها المملكة في قطاع الماء، فإن هذا القطاع ما زال يواجه عدة تحديات تتمثل في ندرة الموارد المائية وزيادة حدة الظواهر المناخية كالفيضانات وحالات الجفاف الناجمة عن تغير المناخ ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة إلى جانب الاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية. ولإعطاء دفعة قوية لسياسة المائية بالمغرب وتعزيز المكتسبات ورفع التحديات المرتبطة بمجال الماء، تم عام 2015 وضع المخطط الوطني للماء الذي يعد استراتيجية مرجعية لسياسة المائية في المغرب، استراتيجية تتمحور حول ثلاثة محاور تتعلق بإدارة الطلب على الماء وكفاءة استخدام المياه وتطوير العرض والحفاظ على الموارد المائية. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.